مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل بمسؤولي مكاتب هيئة الرياضة مساء اليوم، حيث تم في الاجتماع النقاش حول عمل المكاتب ومحاولة تحديد المهام الخاصة بها وطرق تنفيذها، إضافة إلى التطلع لمكاتب قادرة على تقديم خدماتها بالجودة والكفاءة الكاملة. جددت إدارة نادي التعاون عقد لاعب الفريق الأول عبد الفتاح آدم لمدة 3 مواسم قادمة. مثل إدارة التعاون في التوقيع رئيس مجلس الإدارة محمد القاسم. من جانب آخر، تحوم الشكوك حول مشاركة البرتغالي ريكاردو ماتشادو لعدم اكتمال جاهزيته. انتهت مباراة الحزم ومستضيفه الاتفاق بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما. تقدم الحزم بهدف من ركلة جزاء سجله المهاجم ألماو، ليرد بعد ذلك الاتفاق وبذات الطريقة بهدف سجله كريستيان جوانكا. كشفت مصادر صحفية عن استلام الثنائي عمر بامصفر وسلطان ينبعاوي مهام الكابتن أسامة المولد الموقوف بقرار انضباطي على أن يستمر المولد بمهامه داخل النادي. يذكر أن إدارة النادي قدمت استئنافا لإيقاف المولد ل8 مباريات. تفوق فريق الهلال اليوم على مستضيفه الاتحاد في قمة الجولة 21 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ليواصل الهلال تفوقه وتحليقه بالصدارة ويزداد وضع الاتحاد تعقيداً.